تعالي هنا. الفرخه دي لازم تخلص. الحب هو الحل. البني آدم لما بيحب بيحس إن هو عايز يشب عشان يوصل لأفضل صورة علشان حبيبته. وجود مريم في حياة شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته أكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟ آه طبعاً كده. حاسك مش مقتنع. لا بالعكس، أنا مقتنع جداً، لأن ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت أقرب منها وأعتذر لها على إني مديت إيدي عليها. تعرفي أول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت إنها أحساني جدا. كانت لأول مرة تبقى مصدقاني قوي، سمعاني قوي. للأسف الشديد إن كل حاجة حوالينا النهاردة بتتسابق علشان تحبطك، وأول وسيلة عشان الهدف ده ينجح هو إن الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش أساس، أي حاجة ضد الحب وخلاص. ياه، فكرتيني يا دكتورة، أنا كنت قربت أنسى خلاص. صدقني يا حضرة الظابط. بلاش حكاية ظابط دي. صدقني يا آسر بيه، يمكن الحب هو آخر شباك مفتوح في الأوضة الضلمة اللي إحنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الأول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس أنا مش فاهمة برضو، انتوا مين وعايزين مني إيه؟ أنا مش مهم، لأن أنا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين؟ كرامة، مراتي خميس، افندينا. انتي كرامه؟ كويس، الحقي دي طلعت مطلعه على العيله كلها. بس انا برضو مش فاهمه انتوا عايزين مني ايه؟ اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه، وجم وزوا في ودن الست الطاهره دي، وقالوا لها يا اختي ان جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مالك داخله عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحه كده عشان نعرف نعمل الواجب. الملف السعد يا اختي، انت هتفضلي قاعده ساكته لي كده اهو؟ ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه؟ ما تعملي حاجه، ايه برد ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقولك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاجسي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لمي روحك ولمي تعابينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خير يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعه مد دبقك ولابد لك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد ده عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك، اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ 1 2 3 4. النوبة كلها حلو الصوت.
انا الصعيد ده مدي اسيوط اللي راضينا واللي عادينا يطق 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 وماله بينا أنا من هنا اللي عادينا اللي راضينا اللي عادينا اللي راضينا اتق 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 يلا على المسمار رمضان جنينا لا ودماغنا كمان تعبانا رمضان جنينا لا دماغنا كمان يا حلو طول نهارنا ابيض نبيتنا كل يا حلو صفا يا حلو طول نهارنا ابيض نهارنا ابيض مسمار صعيدة مرحب بكل الصعيدة يا مرحب يا مرحب بالصعيدة بالصعيدة أنا قلت حلاقيك في المطار أرجع كمان البيت ملقاكش بجد؟ سفرية إيه دي؟ ماشي بس لازم تيجي الليلة باي يا حبيبي طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت ولما هو يرجع من السفر يبقى يجيلنا بقولك إيه يا خميس؟ ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل لبيتك ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت انجزي بقى عايز اشوف الحاجة وحشتني اصلا حاجتي هتاخد وقت طويل شوي بليز يا خميس والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم ماشي ماشي يا بنت الباشا ماشي طب بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي خلطة جديدة عاملها افندينا هيرشها في السوق ويبدرها في كام يوم سرها مع بوسنة السفرية دي عشان يجيب الأصل ويضربه هو هنا أستاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش لا 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 ياكل لحد ما يزور بالهنوش الله يهنيك بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية إن نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وإزاي عشان ما نضرش صحتهم خالص لا ده كلام تاني محتاج رؤى وروقان احلى عيشه واحلى رؤى واحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران طب معلم انت هتسيب له البيت مش كده مؤاخذة معلم انا بسالك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين فرع الصحراوي ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شويه وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة فكرتني ده انا محتاج يومين دول كل قرش لا لا ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم امال ايه؟ لا احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى اكون عملت تحرياتي
جبت لك المفيد بس كله بتمنه. وانا تحت امرك واعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مالي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ابو، وحشتيني. معلش اتاخرت عليك شويه عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحله جت بفايده؟ كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل. الحمد لله على السلامه يا فندينا. الخال الخال جبت لك اللعلم الذهبيه. وحشتي وحشتي وكمان وحشني. تعال سلم يا شوق. الحمد لله على السلامه. يو ما تحب على ايد فندينا يا بت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجه في البيت ده واي حاجه. ودعوا بقى كل حاجه في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده. ياه ورفضوا تراب الكسره على هدومكم قبل ما ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعه. زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول.